المواجهات بين المقاومة الشعبية ومسلح الحوثي وصالح مستمرة على أكثر من جبهة. فعلى الجبهة الشمالية تتواصل المعارك في الجوف القريبة من صعدة معقل الحوثيين، حيث سيطرت المقاومة على مواقع للمقاتلين الحوثيين محرزة تقدما نحو شرق صعدة. أما جنوبا فاستمرت المواجهات بين الجانبين في كل من الضالع وتعز التي تواصلت فيها المواجهات بشكل عنيف وسط قصف الحوثيين لأحياء سكنية في المدينة. هذا فيما تواصلت الضربات الجوية لطيران التحالف مستهدفة مطار صنعاء ومواقع للحوثيين في عدن ولحج، وكذا قاعدة العند الجوية ومنطقة حرض الحدودية. وبمقابل ذلك تشهد مناطق الحدود السعودية اليمنية توترا جراء مواجهات متقطعة بين الحوثيين وحرس الحدود السعودي.